دكتور حسام المندوه، يعني المرشح لمنصب امين صندوق نادي الزمالك، بنرحب بيك على يلا كوره. اهلا بحضرتك. اشكرك وبشكر كل الساده المشاهدين للموقع الكبير يلا كوره. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك امين الصندوق ودي تركه كبيره جدا والميزانيه كلها مع حضرتك، وعايزين نعرف التعامل مع المديونات الكتير على نادي الزمالك، سواء بقى اتحاد الكوره، الضرايب، المرتبات المتاخره لكل الفرق، يعني التعامل هيكون ازاي؟ هو برضو اهم حاجة نتكلم في فكرة سياسة عمل الصندوق ازاي، او السياسة المالية هتدار ازاي في نادي الزمالك، عشان نعرف في الاخر هنخرج الديون دي ازاي. لازم الاول ندخل فلوس عشان نخرجها بعد كده. فاحنا بنتكلم حقيقي ان سياسة العمل في مجلس الادارة القادم اذا ربنا اراد لينا نكون موجودين، ان احنا ماسكين ملفات متعددة، حوالي 16 ملف. من اهم الملفات دي هي التمويل والاستثمار والتسويق، ده اللي هو ازاي نسوق لاسم النادي مرة اخرى عشان ندر دخل لنادي الزمالك، نقدر نفي باب المستحقات اللي موجودة علينا. لكن برضو لما هنفي بالمستحقات مش هنجيب المليار وخمسمائة ألف الديون اللي علينا، اللي حاليا ممكن نقول مع الديون الأخرى وصل مليار وثمانمائة ألف، رقم ضخم جدا جدا جدا. هنا مهم جدا بقى العلاقات الداخلية والخارجية. برضو فكرة في ملف بهذا الشأن، يعني ما فيش محور حي متساب، وإحنا بنحط برنامجنا الانتخابي ما فيش محور متساب. وده بيؤكد برضو ان احنا اثناء اعداد البرنامج الانتخابي عينينا حقيقي مفصله قوي المشاكل اللي موجوده داخل نادي الزمالك. طب عشان نوضح للناس احنا نقصد ايه، ان احنا الجهات السياديه اللي احنا في ديون علينا ليها وبعض الهيئات الاخرى لازم نعمل معاها تفاوض. النيجوشيشن في الاخر بيؤدي الى ايجابيات. برضو بالمناسبه الرقم اللي قلته هو ده رقم مطالبات مش ديون مستحقه. ايه الفرق بين مطالبات وديون مستحقه؟ المطالبات يعني حد يجي يقول لي انت عليك 10 جنيه، لما اقعد معاه ممكن ازودهم لسته، بقت الديون المستحقه 6 مش 10. احنا الضرائب حقيقي الرقم ضخم جدا جدا جدا، لازم هنقعد معاه، ويمكن احنا ان شاء الله يكون لنا لقاء مع معالي وزير الماليه برضو الدكتور محمد معيط، على اساس برضو نتكلم في السياسه دي بشكل واضح جدا. في الاخر هنديهم حقهم واحنا برضو نعامل بشكل منطقي عشان نعرف نجدول هذه الفلوس عشان نوفر المبالغ المطلوبة لإدارة النادي بشكل جيد. طب إدارة النادي بشكل جيد، أنا بقول لك الموضوع كله على بعض، لو عايز تسألي اسأليني. يعني عشان أنا عايز أعرف من حضرتك، يعني الانتخابات إن شاء الله هتبقى يوم 20 أكتوبر، 21 إن شاء الله كسبته، 21 أكتوبر أول حد هياخد مستحقاته مين؟ أول حد هياخد مستحقاته الموظفين واللاعبين، دول اول ناس هياخدوا لاعبين كوره ولا طايره ولا باسكت بس اتباعا يعني. لكن حقيقه الامر الموظفين، وانا كويس انك سالتي السؤال ده، لان لازم الناس كلها تكون عارفه ومتاكده ان العقيده اللي جايه ان شاء الله ان مفيش موظف يتاخر عليه المرتب عن يوم واحد في الشهر. الملف ده انا جاي ومتمسك بيه بشده. اي فلوس تدخل لي انا هجنب مرتبات الموظفين على جنب، على اساس دي استحقاقات ملحة علينا. بالمناسبة انا يعني في مجلس النواب وانا عضو مجلس النواب، لما بنيجي ندرس الموازنة للدولة اول باب في الموازنة اسمه باب الاجور والمكافآت، باب حتمي. حتمي يعني ايه؟ لا مساس به، له الاولوية القصوى طبعا. فانا بطمن موظفين النادي والقطاعات اللي ما قبضتش بقالها للأسف 3 اشهر او 6 او 9 او 1، بسمع ارقام غريبه جدا بس احيانا مش متاكد منها كلها يعني، لكن بسمع ارقام كتيره. القطاعات دي كلها هتكون هي لينا الاولويه في التعامل معاها، بحيث نقبضهم الموظفين ثم اللاعبين والقطاعات المختلفه بعد كده.